حباب عزل بقدلن بالعصاري بتاتن رجول سابتي يوم فج الكمين ما بخاتن ديل ما بغرهم نظم وهجيج ومفاتن ولا انظلم النفوس بالقبين وباتن. مشاهدين الكرام داخل وخارج الوطن الحبيب، ليكم تحيات ومحبة وتقدير، ورمضان كريم عليكم وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حلقة جديدة من برنامج مراء البادية في حضرة أخوان مميزين وقوالي، الشاعر الشاب الصادق فضل الله بلوه، والشاعر الشاب محمد المقبول. ليكم التحية أخونا الصادق. حبابك الله محمد وحباب كل مشاهدي برنامج مراء البادية وين ما كان وين ما حلابنا المقام. الله يديك العافية حبابك محمد عبد المقبول. مرحب مرحب الطيب حبابك وحباب المشاهد الكريم، كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الله يديك العافية، وحقيقة يعني الليلة سعيدين أي ما سعادة في أمراء البادية نكون في لما تجمع بين الصادق فضل الله بلوه والأستاذ الشاعر القامة محمد عبد المقبول. ويا الصادق بعد ما أديك صفات أخوان أنا مخاويهم، بوصيك خاوي زيهم بتلقى شبيهم، غير ما إنه سمحين والوغار كاسيهم الرخم البريسن الحريم مو فيهم. رفيق دربيل عليه نظم غناي ما بكفي مهما أقول ومهما أجيد ومهما أغفي، الما خشب يجار ومرق متخفي خوة لي شرف والله لا من لا من أقفي. حلال عقدة المال حلحلد عنقير وجهة أخوه يوم الراي يقيف في الذير، زاهد الدنيا زهدا ما لقى أن نظير أبيض من بياض قطن الجزيرة ضميره. هو اليوم راي يكمل بلقى عنده الراي، هو اليوم يدي تكثر بلقى يده معاه، هو كاتم سره هو البيثيري مو حكاي هو سمح الثيرة كل ذور رضاي. أبشر قوة فتمسح لي النيل الذبت طلاطم، هو سيد الطيبة والجود المقلد وحاتم، هم النوع البكاتل باللسان وبشاتم، هو كان سلال وروح ذول فت بثلة حكاتم. هو كان زعلت وبزعل وبزعل ينزعني، بمثل بين جميع الناس وهو بمثلني، حسب العارف عنه وشفت فيه وقابلني غايته الله أعلم إلا ما بيخذني. ضيوفه ضيوفي برضو كمان ضيوفي ضيوفه، عيبه بشوفه عيبي وعيبي عيبه بشوفه، أخويا الحير الغنى والقصيد حروفه ديما عليه باسط للعشام أخوه. يا سلام الكرم المشاتر راجي من جد جد إيده بتابة ترضى ترجع البتمد، جودا فطرة جودا ذاته فايد حد جودا يدخل الجود في فتيله يحب. يا سلام دليل الغوم عقيد الغر سليل الكسر، زمان أبواته في ساحة المعارك مصر، سناد الضعاف شال حمول القصر، العدو بملك يد بيطلع خسر. والله بيطلع خسر أخويا اللي بالخصال الذينة دائما ذاخر، العز بارع عز وما يصل لآخر. يا سلام ما جوه الضيوف ولقوه نايم وشاخر، فعايله تقوي عين الذول قدر ما يفاخر، رفيقي عفيف نفس بيشينا ما بيدنس، مما عرفته بيسر غيره ما بتونس، إن بقى قال لك أبشر تاني ما بيتفنس، إن بقى قال لك أقنع تاني ما بيتفنس. يا سلام من نوع البريد كتر الكلام، والرجال لا لدى كرهه في الدنيا الغلات والحجة، غير ما إنه غير ما إنه ثابت يوم تجيب لها عجة في مجلس حريم من يلذو ما بنطجع. يا سلام طبايع تبقر المين قام بغر ما بعد، تعامله مع الخلق زي المسك فيه كره، أخويا من عروض خلق الله ماسك طرفه ما بتقول تعب للمال كان شوف صرفه. صحبة نعمة رب الناس علي منابة، خصال حروف خيلت وعاجزة تدغى النابة، عشان هو بغدر الخوة وبعمله حساب، عهدي معاه روحي عشان سعادته سخاوة، تومي واخوي وصاحبي وفي رواية صديقي بشاركني الفرح بلقاه ساعة ضيقي، غير ما انه الشمعة اللي بتضوي طريقي شدت ما بريده تقول اخوي يا سلام ابشر والله قوي، من بقى شفته ببتثم من بقيت ذهيان وين ما ضمته بتخلص من الاحيان. يا سلام سيبك من حكاية نحن ناس اخوان، مكانته اللي عندي ما بديها لانسان، معاه اليوم بمر ساعات وما بشعر به، بسعد بوجوده وبنبسط بقربه، ما غنيت عشان اتباهى واتفاخر بداير الناس تشوف اطباعه تتاثر. يا سلام سيفي سيفي الداخل لك تعال الايام الشينه كم لله قش دموع،
أفشى غبينا إن بقى قتل مضيوم ولا نفسي حذينا ما برتاح خلاف ترضى وتجيك الحكيم. أبشر بالخير. أبشر بالقوة والله صاحبي وأخوي قوة لي شرف والله وين ما أمشي بين خلق الله بيها بابا بيها بابا ما قوة قعد جنبها في جبنة وشاهي قوة نظيفة في الله ومحمد ساهي قوة شروطه مكتملة وبنودة سليمة قوة عليها مدعاهدين تعيش لا دين بدل ما تسمح الدنيا مجدود ونعيمة غير قوتنا لا لون لا طعم لا غيمة ود مقبول ذاته بقول أخوي القاصده مو داب ود عمي وخالي وأخوي البسند الواقع وبفقد أحوالي أي ناس الونسة ما بس حمبهم جوالي كنزي الخوة معرفة الرجال راس مالي مرحبا بك والله وقالوا الدائرة الغنى اللي عمل حساب لي فوق بالحيل والكايس الفتن بيجي يوم يحلك صدر بالحيل والله البيت السعيد في ركاهه ما بيتنقروا الرايل قدر ما يكون ضعيف ما تحب ما تحب والله أخواني اللي بيعزوني وبيفرجوا همي ياهم فخري أيضا ذاكرهم في نمي ذاكرهم في نمي رغم قاصدهم في غناية لحمي ودم من السودان لا شطبح طبرة أولاد عم أبشر بالخير والله أبشر بالخير عندي أولاد عم قد حلبخوا الكافل وشافعنا الكرم يخجل ويدنقرني السما شوف لنا أنا يجود ونوح لكنه ديل الواحد ينفق وتلقى فارد سنة يا سلام جودا فطرة جودا ما وجدت مثاله كرما شفته بعيني مو قول قالوا الواحد يتب لي الضيف من استعجاله يا لاقاه حفيان والله والله فردا عالو يا سلام أنا ود عمي يا أخي الله عشان ما توه مو لازم يكون أخوان أبويا وأبوه بالحيل والله ود عمي البهوشة على الضيوف ويجوه ود عمي البدم دمشيني ما يشوفه بالحيل رفيقا ما وقف في الحارة ما هو رفيقي أي وأخوي ما شرطي ود أمي وأبويا شقيق بالحيل كان في الخوة تقليد صيني ماك حقيقي لا تتقلد السمتة وتقيف في طريقي الله لا تتقلد السمتة أخوي القاصده مو داب ود عمي وخالي أخوي يلبسني ذا الواقعة وبيفقده حوالي ناس الونسي ما بس حنبهن جوالي كنزي الخوة معرفة الرجال راس مالي راس مالي يا سلام وكان في الخوة تقليد صيني ماك ياباني لا شيل لك قده عرفي وتقوم تعناني اي ابو يدرسني سمح والزمن قراني انه العزة اخوان والغدر رباني بالحيل زمنا فيه تزوير الصديق والريد شوف لك فيه اخوان نقيدهم نقيد اي بس تحت ظروف الحرجة بيبقى وليد لا تخافيه الا بزيد لك النكيد والله الا بزيد لك النكيد وخلى الخوة تقليت سبحتك ببريقك وبتنعس بقوله سوالف الماء في شيقك الماء بتلقى في الحر ان اخوك شقيقك شفايت غير يا ذاك من الشفيق والله والله ولا خايف ومغفل كان اللي دغم من البحر كم مره ايوه ما تفيد اللبس وقت العروض تتعرى عدوك العارف يمكن منه ما تنضر احذر من صديق خاين الفين مره والله يا حزن وكان داير تروس من الوحل والهيل شوف اخواننا شامه وعزلهم عزيل عزيل كان ما عندك التلبل بشدة الحيل بتشوف النجوم قايلة وتساهر الليل أيوة. شفت اللي عنده لحل القضية دبارة ورابعت اللي بفش الضيم ويفج الدارة الحيل من قمنا الخلاف ما شفنا مبني عمارة والما عنده ساس من شيني ما في الضار والله ما في الضار شفت الفعل دايما للخلايق عاجب الصبي كلمة والضو بيفتخر به الناجب بيفتخر به مهما العين تطول ما بتعلى فوق الحاجب بل بالميس ابشر بالخير من عرف الرجال في الواقع ابشر بالمقبول ابشر والله وكلماتك مدونه بالخطاك محسوبه ايه واعلم انه ما بتجيك بلا المكتوبه بلا المكتوبه الساكن القصور والعاش تحت راكوبه لابد عمره يفنى يخط فوق الطوبه وكان داير الرجال اتحاشى قالوا وقلنا ايوه ما في سعاده من غير الحنيف والسنة أما اندرت تصبح نور وتضمن جنة أناء الليالي خرج لك دوام غنة وخلك ديما زول اليوم وحارب كنا والغيب والنميمة من الرصيد يا كنا الله يا كنا نحترم النساء ولا نسيء لهن ألا نعلم يقينا أمهاتنا هن كثير الهم كشف اللي انسدى الحندامة وكثير الشوف في هذه البطيحة ظلامة نعم الشين ايا كان صنح ملامة الا المشكله الشين ياتي من علامة ياتي من علامة الا المشكله يا سلام ياتي من علامة ليك التحيه والمقبول يا اخي الله يديك العافيه والصحه والسلام يا صادق بيقول عربا عندهم سلطه ورياسه وشوره لابهاب الخصيم لا بخافوا من الدبيه كان الساحه جاطت وانعزف جيمفوره صقر الجو بحلق بالليهم لا دور بالخير والله محمد انا دار اتكلم عن حاجه وكذا خليني ان امهد لها ايوه الجيش السوداني والجيش في اي دوله
أنا وإنت وأستاذنا المقبول والمشاهد الكريم بنعرف أهمية الجيش في أي دولة قدر شنو بالحال. فبغض النظر عن شكل السلطة، بغض النظر عن سياسات النظم، بغض النظر عن التفاصيل دي، الجيش هو العمود الفقري لأي دولة بالحال. فكونوا إنه نحن مثلا عندنا مطالب ما تحققت، أو كونوا عندنا رؤية في الحكومة أو دي ما حاجة بتخلينا مثلا نكون ضد الجيش أو ننفصل عن الجيش أو نقول عبارة ما بتشبه حق الجيش. أنا حاجة ذي عرفني جد جد بالحال. لو لاحظت في الفترة اللي فاتت حسب تغيرات النظام والحاجة اللي أنا ما محتاج أتكلم عنها كثير المشاهد عارف، الجيش كان بيتعرض لإثاءات يمكن ما فيها حتى كتر خيرك عليه تعب والتعب وعليه أمانه للبلد والتفاصيل. فالكلام ده ما صح بالحال. فدحين أخوي جايز يقولوا عني كلام وعدة ثامي، لكن في النهاية براءتي معنى كلامي. أي والله. الجيش طالما للدولة حارس وحامي عنده علينا واجب واحترام لزامي والله عنده الجيش هيبة الدولة وحماية ناسه. والجيش يا هرك ذات يوم يدق نحاس حسب علم البسيط بتثبت أي دراسة إنه الجيش بيضل أي مملكة ثالثة. الجيش احترامه علينا واجب ودين. الجيش احترامه علينا واجب ودين. الجيش هو اللي بيساهر ونحن متطامنين. أيوة. سؤال بيطرح رقبته وريت نكون صادقين، إذا ما خلفنا الجيش كيف نكون آمنين؟ الله الجيش هو اللي بيأمن لبلدنا حدودة. والجيش هو اللي بيصد خيل الخصيم مردودة. الجيش تضحياته من قديم مشهودة، هي اللي بتخلي عنده العزة مين مشهودة. الجيش كونه نقنع منه نرجع لغيره قوله وطننا عذاب تاني حلق طيره. لقى العدو الهلاك البدو يصوت قصطيره غير الجيش منو اللي يصد عليه ويدير. الجيش نحن ما بنقدر نوفي حقوقه. الجيش ركزه والجيش هم قبايل فوقه. اتخيل معاي ذول ضحى بالفعروق وما دفروه دفير بإرادته وذوبه. دجيش دجيش يستاهل اننا نحتفل بعيد. دجيش يستاهل اننا من قلوبنا نريده. دجيش يستاهل انظمه بالغوافي قصيده شان كابد عشان موضاع جنون فوقه. يا سلام. الجيش حقه في حدقات عيوننا نشيله. والجيش حقه من درر القصيد نهديله. أيه. الجيش حقه بالروح والجسد نفديله شان هو الجيش شان حمل البلد فوق حيله. والله عشان حمل البلد فوق حيله. الجيش هو اللي بيأسس لبنى القومية. والجيش هو الجيش هو اللي الجيش هو اللي بيأسس لبنى القومية. نعم. والجيش هو اللي بيعزز قيمة الوطنية. الجيش هو اللي بيمشم للغوة الثورية. والجيش هو اللي بيكثر شوكة القبلية. والجيش هو اللي بيكثر شوف القبلية. معليش يعني لكن في الجيش اتكلم كلام. انا يوم من الايام كنت يعني في الـ يعني في المؤسسة دي فيستحق والله الكلام يعني. فعلا فعلا الكلام فعلا, فعلا, فعلا كلام. نأمل ونتمنى ان الوطن يعم الخير والفرح وياود مقبول كون التعايش وكون الترابط عندك كثير سمح وانا سمعته ومشاهد مراء البادية داير يسمع اجمل مما عمل المقبول. والله التعايش طبعا تعايش القبائل ممكن من الجيش زي ما قال في اخر رباعية خون الصادق هو اللي بيبني تعايش القبائل هو اللي بيكسر شوكة القبلية بيكسر الشوكة تحت القبلية. فتعايش القبائل طبعا هو اصلا مبني من غير ان نقول فيه بالشعر هو مبني بالتراحم بين الناس بينهم النسب وبينهم كل القبائل يعني فيه ترابط اكبر من يعني ما تكفيه الغافيه. فالانسان لو جاي يقول الكلام ده كله يعني يحصره في غوافي ما يقدر لانه شيء كبير يعني. بالحيل. فانا اختار منها كبابيش. هنا كبابيش، هنا كبابيش طبعا اقرب جيران لنا. وكان جو زياره اولاد الهوابير عند الكبابيش واستقبلهم اخونا الشاعر محمد احمد سعيد السميتاوي له التحيه من هنا يعني. الله يديم عليه. فاستقبلهم كان بشعر جميل. فوصلتني الرساله وانا برا حقيقه عجبني كلامه بتاع التعايش له التحيه. فبيقول سلام عليك كبابيش كنا باكن جاني آلاف التحايا بقولها من وجداني. أخص ود السميتاوي كتب له معاني يمين عزيتني عز حر يوم تعز خواني. بالحيل والله. أهلك بنحرم شوش وادفعوا العنافي. أهلك
زينباهم في المكارم ماثي أهلك وأهلي فيش ما كردفان والصافي بينكون بيننا ربطا ما بتجيدوا غوافة سجلاتكم مقشطة بالغيم مليانة وصغيركم بكرم الضيفان ويسد الخانة يا لقيتوا بالعود الكلاش ودان عزيتونا بجيرتكم الله حوانا كثير العاشروكم وفوق قيمكم ساروا وقالوا ان درت تعرف حد بتسعى الجارو بتسعى الجارو والله الخواكم انتم بتبقوا اهل ودار والعداكم انا بعتبره كاس لي ودار ابشر بالخير والله اسياد واجبي يا احفاد الامير التوم تعزوا الساتر ويريانا وتخافوا اللوم تخافوا اللوم طيبين طيبه طيبتكم تزيد كل يوم عند الحاره فراسا تصدوا القوم قدر في الفانيه يا الحدب انتم ما سويتوا لا تفاشرتوا للغير به ولا تعاليتوا وحات اسم الله فيكم كل من خابيتوا جيبي وجيب واحد وبرضه بيتي وبيته ابشر بالخير ابشر بالخير والله ابشر بالخير كبيركم يوم كلمت الحق ولا بالضاره وصغيركم كبيركم يوم كلمت الحق ولا بالضاره وصغيركم ديما راكز الصف وفاج الداره ناظركم تقفل الغوم نظاره نظاره وغافيتكم متينه ذاتها ما بتجاره يا سلام عايشتونا في بلد الدمر والغربه عرف عرفناكم تساندونا وتزيلوا كربة حاط اسم الله يعطينا تكون اجود عربة شهدناكم بتعف الرقبة فوق التربة يا سلام ابشر بالخير احنا وانتو من عهد قديم مو الليلة مترابطين وكل جيال توري سجيلة يعني فوقكم غوافي النم بشوفها قليلة افخر انه خاويناننا عز قبيلة احنا وانتو للدولة السمع والطاعة رفع الدعم ما سارنا وبزيدنا مناعة من زمن بقدم من زمن بقدم والمر ولا هالساعة بنعيش في ترابط لا قيام الساعة بنظل في ترابط الله يبين في ترابط لا قيام الساعة عليك التحية الله يديك العافية دامة الخوة والترابط والتعايش ويا صادق ما بقينا في الحرف اللي بودي التوج أي. كم شيدنا في قمم الترية برود نربح ولا تخسر صب ما بيسود والراجين نقمح داب وبات محروج يا اخي انا قبل ما امشي لدرب الحكم والمواعظ والارشادات من جدي ثلاث اربع مرابيع دايره اولي من بعد ذاك امشي امشي للحكم والابتكار ايش ذكرني لهم استاذنا المقبول بقنوات اللي شويه دي قال يا شيوخ البلد يا يملة النظار ويا الناس العقول كن في القوافي كبار سؤال بيطرح رقبته فيه وجن محتار عشان شنو في القبايل كل يوم في ذا الموضوع ده مفروض ينحثم يا سادة مفروض القبايل تزعو في إيه رشادة ما دامت في راثة وإدارة غادة مفروض تطفو نار تهرب الوقاد والله مفروض مفروض تزعو في توحيد صفوف الناس ومفروض تدرو قدريش الوضع حتى يمين كانت تمر تبادل الرفاف بتذبشتن بلدنا وبينتهوا الفرع الله يبنتهوا من أخثر ناس من أخثر ناس زمان حمل البلد في كتاف ونبيقوا علينا ناس كنا ما منخافوا سمعنا وشفنا كيف أهل البلد بأخلاف وندوا الفرصة للخصام ينيلوا هداهم زمان في سياسة اسمها قالوا فرق أسود أظن لا الليلة أظن لا الليلة من حيث النفوس موجود الله يفعلنا أكامان دوك سعيد شان الطعب ومسعود بخاف تنزل الفواد على برق العرعود الله يبخاف أظن فاهمني أظن فاهمني يا الأمر العقولكم فاتحة وظن كلماتي للناس المثلكم واضحة واضحة أكام ما توقف حروب الطبول الراتحة كل ما ساعة بتقنب عياجتك هاتحة حل ما ساعة بتقنب عياجتك هاتحة فهي مرابيع بسيطة ورسائل موجزة بس إن شاء الله رسالتها تكون مثلها يعني. الله يديك العافية الصالح يا رب يا كريم يا الله يا ستار صلي علينا نبينا المصطفى المختار أيه. صلاة بها تمسح مننا اللوذار على عدد الخلوق الخيرة والأشرار إلهي الدنيا غرتنا ودرنا ودار برينا بليس ودرب المهلك الودار أكما لينا يشفع خيرة الأخيار خايب بكرة كلنا ننبهي لكنا رايحين ساهي ساهي ما قدمنا ذات قدامنا لا صلينا فرضنا لا وصلنا رحامنا أيه. بركة سبع آيات ما في ليه انتامنا نسخ الجنة الفريوس تبقى مغامنا إلهي الرحمة والغفران ورضى والدينا نحن بندعي محترفين عمل ما لينا من توسل من الضرع من أرفع إيدينا منقول يا كريم دعواتنا تقبل لينا يا من خالق السماء والأراضي السبعة ويا من شيد الكون في ليال سبعة يا من رازق المخلوق يا من السبعة أقبل دعوة الببكي وبنوح لا سبعة أنا يا ربي بيه بركة رسولك طاهر دايرك ترضى
والله تيجي زمان تمحاها ما سويت حسنت عشان هناك على داخل طالب عهوك يا رازق الفخر يا سلام انا يا منذر البقرة وتبارك وغاف منك ومن جهنم ومن عذاب أخاف قبل ما نمي صعي لا غطها ولا الحاف داير التوبة داير الرحمة يا لطاف أنا يا من جموس وغومي من فرعون ذنوبي كثيرة بس دايرك تكون في العون وحاتك يا المبدع في صناعة الكون كان ما تتوب علينا مصيرنا سيء يكون والله لكن بس ترانا مأملين في خيرك لا قدمنا ذاب لا لينا منقذ غيرك يا من رازق الإنسان ونملك طيرة نقول لي من جهنم ومن عذاب وبجيرة أنا يا ربي أعرف روحي ذنبي كثير لكن برضو عشمان ظني فيك الخير حتى خلقتني ما لي سواك مصير نويت التوبة داير منك التخير نويت التوبة يا سلام عليكم حقيقة والله حلقة يكون فيها الصادق فضل الله بلو محمود أبو مقبول دي فرصة منتظرة مشاهد مرا البادي ومنتظرة أنا شخصياً منتظرة كل زول بالحاجة دي جدا يا سلام عليك الله يديك العافية أبو مقبول الأستاذ الشاعر الغامة جابر حران حمد يقول رسنك جد وسرجك قندف النجار فزيزك ديك نعام النفض الحجار سيدك ما طمع فيك شعتك ليه تجار تاركك نجدة ليه فزع القريب والجار الملك الزمام جيلها ولساني مدحها بس عاد يوم لقاها ويوم لغاية فرحها زولت الريدة هات حيليوك البنت جرحة طال الشوق رح يا الحوري نتراوح رح يا الحوري نتراوح قوم يا الحوري رح وديني ليه مع شوقي لا تلاحظني ما خايفني موت بيشوقي بينك وبينها قال لي خطبتاتك فوقي إت بالداوة جرحك وبيصفولي علوقي الله يبنصفولي قم حنست ونوخت ورفعت بتاته كربت الطان ومحقبت ودرع مخلاته عليه بلد البسالمك وبمنص النعلات وشايف سيده مستعجل هو قلق ذاته ومخلوفته المهندمة كل زول بحكيفة قاعد الجوجة وقتين شافني ماشي عجيبة فرشت أحرامه ثم الفروة والتركيبة قلت له ما بيتنا عند الديمة باللهيبة الله عند الديمة باللهيبة قبيل الخطر قايل سيتا يعني بحيدي أدنيت منه عيل ما قال لي أهب رقيدي وقت توجه العتمور عليه سيدريدي موديل خمسة طارد الشرطة سايق وزبيدي الله يسايق وزبيدي اللي مبي ماشي ليه بلد البزيلة وجاعي أيه يا الله رجاني خطيت فوق جوال سكراعي خرط رسنه ونفض راسه وراح المداعي قام يستقوس ساوي له دفع رباعي يا سلام رسنك جد مع الرقبيه تم الزيني ظهرك موج وما كلب اللسيس ما زيني بغني عليك بعد يا الحوري ما توديني ليل فربس مبل مع زي بياض الصيني وعارف سيد هواي حكم الملازم جوره رح بيا جاب صحه ومرق من طوره شده مو منشل شان يهاجم دوره بيدخل جناك بين محقب وبين زوره يا سلام واثق منه اخر زينه شايف كاسه ما امرت له الدرب اصله دارس دراسه علل من الرضيع تخجل تقني عراسه حاك القرقريبه وستها العواصه الله يحاك القرقريبه وستها العواصه وجيت وادي الاراكات ولا ظل مشقوقه قلت غشاها صلي الفرض وداير سوقه بعد ما نجمع العصر مسماح ملحوقه شمشياها عاد شمش الشت الممحوقه الله الممحوقه بعد فاتم طنينيب بالنا السيال وشيش دومات ونز فوق القلايد سال علل ما خلى للحل وسعوفها ما جال سوقه مزل راي لسرعه النشال وخرت من دبيبات بدري جاتني المرضى عارف سيده ممكن شوق وقرضان قرضه علي بنسوي سبع المستحيل عشان ترضك في ضرعات زي خلف الشتم في العرضه يا سلام يقطع في المسافات شقها الفنقوقه زي سكين ضراعي ما هداير طروقه قلت له الحوري انا القهوه ما بنضوق غير الحاكم جيله وتوكت مع شوقه وغرب الروكه شاف له قطيع وبقى يشرف لكن قيبه احرب هدفوك انه طرف كما كنت ود باديه ولحيح ومقرف بهسك وزمان في دارته ما بتصرف اي والله وداك جبل الزرافه ودبه المردوفه مما نطلع بيوت الفريق بنشوفه بعد ما وصلت دار التكلفك بكفوفه ضوك هبر الزمام وتنزل المخلوفه وكت نوخت وكتم الجره كتم نحس وتسمع زوره تج اي في الارض هاي مجس اي دنا يتمايع من جوزر يدس همسه ترد ترياق والعلاج في مسه قال سي من عين الخراب ما رفت عارفي مجيكة كان بغم الحوار بتلفت الله يبتلاه مدت لي اليمين نزل الدموع انصفت جاها حياها طلقت فيها نارها وقفت واجفة تاني بتقوم بمضمير هاوي عدل الحوري عارفاهم مزاج الراوي أيه؟ أنا ومخلايتي والقنفودة والعنجاوي يتكاملنا بيت المسخ البركاوي جاهز فرشي واللي بريق مع السجاجة دنة القهوة والشاي ثم دل الصاجة زيرت زينات الشف والزمام والعجز علي تخاف وانا بالحيل بخاف احراجة يا سلام خدنا الليل تسامر ولبعض نشاكة مرات نطر لحظات الفراق نتباكى
كان بيبقى الهليس قالت لي بمشي معاك يا سيد ريدي، ما بنغير فريقنا وراك يا سيد ريدي، ما بنغير فريقنا وراك يا سلام. الله يديك العافيه وتحيه لجابر حران. الله يديك العافيه استاذ المقبول، وتحيه لجابر حران، وتحيه لكل مشاهدي مراء الباديه. حقيقة أستاذ المقبول وأستاذ الصادق، كنتم جميلين وخفيفين على برنامج مراء البادية، وأنا بقول لكم مقانع سترة للضامر الرموشة مناجل، إذاعة وفزع ليه خبر الصحاري العاجل، الخلا سمت يا عاشق خدود ونواجل، وكمك ضو قروشك ما تبقيك راجل، حمل ممهولة في القدل وتمش من الساندي، وسياط سلطة زينا بالفرنسا وغاندي، قول العاج بروح وقال رقبته معاندي، ما بنتلاقى يوم ربط الشريط في اللاندي، قيابنا واختفانا وبعدنا الممرض، دي مو بايدنا يا شوقك عقارب تعضي، النم احنا خزن الجاهزه ما بتفضي، متى ما نقوله زي ذهب الشمال ما بصدي. اتمنيت اكون غناي ونظمي بجيده، اشكر اخوي واقول ان شاء الله ربي يزيده، ما بتنبى بالفارغه وكلامي بعيد، واليوم البلم شمل الرفاقه بريد، واليوم البلم شمل الرفاقة بريدو. تحية لكل مشاهدي مراء البادية، التحية ليك الصادق فضل الله بلو، والتحية ليك محمد حماد والمقبول، التحية والتقدير لكل الناس اللي بيشاهدوا مراء البادية، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة من مراء البادية، دمتم في أمان الله. Thank you.